أصدقائي عشاق القطط حول العالم، أهلا وسهلا بكم. وضعية نوم القطط يمكن أن تكشف الكثير عن شخصيتها وصحتها النفسية والبدنية. هذا المقطع سيعرض أكثر وضعيات نوم القطط شيوعا حول العالم، وسيشرح الأسباب الخفية التي تدفعها للنوم بطرق معينة دون النوم بغيرها، ففرجة ممتعة. نومها في الصندوق. عندما ترى أليفك ينام في صندوق ضيق، فاعلم أنه قلق بشأن أمنه وسلامته، حيث أن جوانب الصندوق الصلبة تجعله يشعر بالأمان والحماية. وبالإضافة إلى الصناديق، قد تراه ينام في الأوعية الصغيرة وداخل أدراج الدولاب أيضا، وكل الأماكن التي يمكنه النوم فيها بصعوبة. ربما يكون قطك خائف من الأطفال الصغار أو من الحيوانات الأليفة الأخرى، ويمكنك مساعدته طبعا، وذلك عبر توفير صندوق بحوافة ناعمة حتى ينام داخله بشكل مريح إذا ما أراد ذلك. النوم على شكل كرة. تلتف القطة بذيلها حول جسدها وتوجه رأسها نحو صدرها. هذا الوضع الملتوي هو وضع الراحة، حيث أن قطتك تحاول الحفاظ على درجة حرارتها وتوفير الحماية للأجزاء الأساسية من جسمها. إنه وضع النوم الأكثر شيوعا لدى الحيوانات في البرية أيضا، لأنه يساعدها في الحفاظ على الدفء ويحمي أعضاءها الحيوية أيضا من أي هجوم قد يأتيها بشكل مفاجئ حينما تكون نائمة. وضعية نصف عين مغلقة. بالرغم من أن القطط حيوانات أليفة، فيبقى أصلها من الحيوانات المفترسة، وما يميز هذه الأخيرة أنها تصطاد ولا تحب أن تصطاد، تحب أن تفترس وتكره أن تكون فريسة. هذا هو السبب في أن قطتك أحيانا لا تغلق إلا جزءا من عين واحدة وهي نائمة. في هذا الوضع ستلاحظ أن آذان قطتك تتحرك باستمرار، مما يعني أنها في حالة تأهب مستمر، ويمكن أن تستمر على هذا الوضع لساعات طويلة من النوم، تكون فيها مدركة لكل ما يدور حولها، وأي صوت غير عادي سيجعلها تستيقظ بشكل كامل. وفي شكل آخر من هذا الوضع، تنام القطط وعين مغلقة والأخرى مفتوحة. في هذه الحالة يكون نصف دماغها مستيقظا، بينما النصف الآخر يغط في نوم عميق. هذا النوع من النوم مفيد وخطير على قطتك في نفس الوقت. مفيد لأنه يجعلها تستريح حتى في الأماكن التي يوجد بها شعور كبير بالتهديد، وخطير لأنها لا تدخل في مرحلة النوم العميق. وضعية البطن للأعلى. بطن القطط هي من أكثر مناطقها حساسية، لذلك إذا كانت قطتك نائمة في هذه الوضعية، فهذه علامة على أن القطة تشعر بالراحة والأمان في منزلك. يمكنك اعتبار نفسك محظوظا لأنك فزت بثقة صديقتك الأليفة، ذلك لأن القطط عادة ما تكون قلقة بشأن سلامتها، وهي لن تكشف عن أجزائها الحساسة إلا عندما تكون مرتاحة بشكل كبير وواثقة من محيطها بشكل كامل جدا. وضعية النوم الجانبي. النوم الجانبي هو وضع نوم مريح للغاية. عند نوم الأليف على جانب واحد وتكون أطرافه ممدودة، يعني هذا أنه يشعر بالرضا التام ويشعر بالأمان، ولا يكون يشعر بالحاجة إلى البقاء متيقظا، ولهذا هو يدخل في نوم عميق جدا. وضعية قطعة الخبز. تجلس القطط في هذا الوضع المستقيم وتضع كفوفها الأمامية تحت جسمها. إذا رأيت قطتك نائمة في وضع يشبه قطعة الخبز، فهذا يعني أن قطتك لا تريد النوم لفترة طويلة، وهي فقط تكون تستريح قبل أن تنهض للقيام بالنشاط التالي. وضعية اليد فوق الوجه. هي واحدة من أكثر أوضاع النوم روعة لدى القطط، وستتركك مندهشا في معظم الأوقات التي تراها فيها تنام هكذا. عندما تضع القطة يدها على وجهها، فهذا يشير إلى أنها لا ترغب في أن تزعجها، وهذا يحدث عندما تنام القطة بدون أن تدري. وأيضا تفعل هذه الوضعية
عندما يكون ضوء النهار ساطعا على وجهها حيث تشعر بعدم الارتياح، وبالتالي فالمسكينة تغطي عيونها وتنام. وضعية الالتواء: تنام القطط أحيانا في وضعية التواء غريبة جدا، ولا يوجد سبب محدد وراء نومها في هذه الوضعية. وقد تختار قطتك النوم بهذه الطريقة الملتوية فقط لأنها مرتاحة هكذا، وليست لأنها تحب أن تنام بطريقة غير مريحة كما قد يخطر ببالك عندما تراها أول مرة هكذا. وضعية سكة القطار: عندما تستلقي القطة على الكرسي أو الأريكة أو على الدرج بهذه الطريقة التي تسمى أيضا بالإنجليزية مونوريل، حيث تدلي أرجلها أو تضعها تحتها وهي في هذه الوضعية تكون تشبه سكة القطار، وتعتبر هذه الوضعية مناسبة للراحة مع عدم إغفال مراقبة ما يدور حولها. وبعد أن رأيت معنا أكثر أوضاع نوم القطط شيوعا حول العالم، يمكنك الآن بسهولة فهم كل تلك الإشارات الغير مسموعة التي تريد قطتك إخبارك بها. يمكنك الآن معرفة ما إذا كانت قطتك تشعر بالأمان أو بالتهديد، وما إذا كانت تنام بشكل مريح أم لا. وقبل أن تذهب، شارك معنا وضعية نوم قطك المفضلة في التعليقات، وإذا لم تستطع كتابة تعليق يكفينا إعجابك بالمقطع حتى تحفزنا على نشر المزيد من المقاطع. شكرا وإلى اللقاء.